أعلن علماء بريطانيون عن اكتشاف نوع جديد من الكوليسترول أسوأ من السيء وأكثر لزوجة، وهو مرتبط بالسكر في الجسد. نتابع. الباحثون البريطانيون اكتشفوا السبب الذي يزيد في خطر الأزمات القلبية عند مرضى السكري وكبار السن، وهو على ما يبدو نوع من الكوليسترول أسوأ من البروتين الدهني منخفض الكثافة أو الكوليسترول السيء المتعارف عليه. أطلق فريق الباحثين اسم ماجمن LDL على هذا النوع من الكوليسترول السيء أو الأسوأ من السيء، الذي يتميز بلزوجته الشديدة التي تسهل عملية التصاقه بالشرايين وزيادة احتمال تشكل صفائح دهنية تتسبب لاحقا بجلطات أو أزمات القلب. الباحثون في جامعة وورويك توصلوا إلى هذا الاكتشاف بعدما ابتكروا هذا النوع من الكوليسترول في المختبر، ومن ثم درسوا خصائصه وتفاعلاته مع جزئيات أخرى في الجسد، وذلك من خلال إضافة مواد سكرية إلى الكوليسترول السيء، وهو ما جعل بروتينات LDL أصغر وأكثر كثافة. جمعيات القلب البريطانية والأمريكية أثنت على الاكتشاف الذي من شأنه الإسهام في ابتكار أدوية أفضل تعالج المرضى الذين يعانون ارتفاعا في مستويات الكوليسترول، ولا سيما منهم مرضى السكري من النوع الثاني. ديالا أبيزاد دويه، العربية.